ماما ماما ايوه يا طمطومة. يا ماما بابا اتاخر قوي. ايوه فعلا عندك حق يا طماطم، بس دلوقتي يجي. انتي مستعجلة على ايه؟ مستعجلة عايزة اشوف الشنطة الجديدة بتاعت المدرسة بقى يا ماما. اه صحيح، ده قالك النهاردة هيجيب لك الشنطة، انا كنت نسيت خالص. عندك حق بقى يا طماطم، يا بختك مين قدك النهاردة. انا مبسوطة قوي عشان هو قالي هيجيب لي شنطة كبيرة عشان تاخد الكتب بتاعتي. ايوه خلاص بقى، انتي كبرتي شوية سنة ولازم بقى ايه تحطي تاخدي شنطة كبيرة تحطي فيها الكتب الطويلة اللي بتاخدوها في الحضانة دي، ولازم تحافظي عليها مش زي شنطة السنة اللي فاتت. حاضر يا ماما، حافظ عليها زي عينيا. برافو يا شاطرة. هيييي الجرس بيرن يا ماما. شفتي بقى يا ستي اهو وصل خلاص. بابا حبيبي السلام عليكم. شكلك يضحك قوي يا بابا. شفتي بقى يا طماطم انا لسه راجع من المدرسة حالا. طب تعالى بقى وريني شنطتي الجديدة. شكلك فعلا يضحك يا عمر خالص، حط الشنطة دي نزلها. ايه رأيك بقى يا طماطم؟ الله يا بابا دي جميلة قوي. استنى. الله بعد اذنك يا ماما كده وسعي وسعي. حاضر يا ستي. الله ايه الشنطة الجميلة دي يا بابا، دي زقة حلوة قوي يا بابا. عجبتك يا طماطم بجد؟ ايوه افتحيلي بقى لو سمحت علشان اشوفها. لا وايه كمان، دي اللون الوحيد اللي باقي في المحل، ده كان اخر لون هناك من اللون ده، كان اخر شنطة من اللون ده. الشنط الباقية كانت كلها حمراء، وانا قلت خلاص شنطة السنة اللي فاتت كانت حمراء وانتي لازم تغيري اللون بقى. شكرا يا احلى بابا في الدنيا، انا بحبك قوي. يلا افتحها بقى يا بابا. حاضر يا طماطم. شوفي بقى يا طماطم المفاجأة اللي جوه الشنطة، هتعجبك اكتر من الشنطة كمان. ايه بقى المفاجأة يا بابا يا ترى؟ افتحي يلا. حاضر. الله ايه ده يا بابا، مزمزية دي جميلة قوي. هي الزمزمية بالظبط يا طماطم علشان تحطي فيها المية، ودي كمان ممكن تسقعلك المية زي ما انت عايزة. دي جميلة خالص يا بابا، وليها بقى زغنون اشرب منه. طلعي بقى شوفي ايه تاني في الشنطة. لسه هو لسه فيه يا بابا مفاجآت. الله ايه الجمال ده يا بابا، شكرا. طبعا. دي ايه بقى يا بابا؟ انا مش عارفة دي ايه بس شكلها حلوة قوي. قولي يا بابا دي ايه؟ دي مقلمة علشان تحطي فيها اقلامك واساتيكك وبلاياتك والحاجات الكتير اللي بتقعدي تشغلي نفسك بيها دي في المدرسة. الله انت احلى بابا في الدنيا، يا سلام. شكرا يا احلى بابا. العفو يا حبيبتي، ربنا يقدرني ويجيب لك كل اللي نفسك فيه يا طماطم. ان شاء الله يقدرك وتجيب لي كل الحاجات الجميلة والالعاب الحلوة. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكو خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.